وخارج الطرقان، يا اما كتلقى عنده كريديات، يا اما كتلقى ساكن في شي بيت في شي ولايه مع شي قومه اللي ما كيبغيش يجلس معاهم بزاف وما عندوش شي اوبسيون اخرى، كيبقى ينقز للرموك. ولا كتلقى ثالث حاجه يعني ما عنده حتى شي حرفه ولا فكره ولا شي مهنه ولا شي حاجه في راسه باغي يديرها من غير الرموك، يعني كيعرف غير الرموك. هذا هو الاما باش تقولي دابا نمشي ندير الرموك باش نبقى ندخل فلوس، اي كيخرب خو اي كيخرب. وانا راه مازال تندير الرموك، انا ماشي تنسوقو، انا غير داخل كمستثمر كنسوق مره مره، ولكن راه ما بقاش فيه فلوس، راه ديال الحقيقه. تخيل معايا واحد الفكره خطيره تبارك الله كيطبقها في ميريكان، وتيدخل الزبابل ديال الفلوس، ما عرفتش شحال، تيدير بواحد الطريقه كيدخل ما بين هكا ما بين 13 ل 15 الف دولار، 15 مليون مغربيه في الشهر، ما كيهز تقل، ما عنده بيزنس ديالو، ما كيدير حتى شي لعبه خطيره، غير بالدروب شيبين، غير بالاي كوميرس. وشنو كيدير يعني بلا ما ندخل في التفاصيل، ولكن كيبقى يخدم مع شركات ديال الفورنيتور ودوك ديال الديور الى اخره، تيبقى يبيع لهم، يعني عنده ما عندك شي ديال الماركتين تيبقى يبيع لهم، والكليان فاش كيشري من عندهم كيبقى يدوموندي هو من 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 حيت هو الشركات كاينين هنا في امريكا، يعني فاش كتكون كتمشي عندهم الوراهاوسات والمانيفاكتور الى اخره كدير معاهم علاقات، وكيبقى يحط دوك البرودويات ديالهم في السيت ديالو اللي ترافيك فيه كاين، وتيبقاو يشريهم عنده الناس، هو كيبقى غير يشد الكوموند ويولي يصيفط من الشركه، الشركه هي كتكلف كتصيفط كلشي، هو يقاس في الدار وفي ميريكان في شيكاغو، تبارك الله مفتح عليهم. ويا ربي بغيت نقول لكم راه كاينين الاخوان بلانات هنا اللي دير فيهم العاقه ديال بصح. اي واحد جا جديد ودابا مسكين كان كي حيت دابا الاغلبيه اللي جا عامين ثلاث سنين هذه اللور كانوا متاثرين بديك الفكره ديال شوف غنمشي ندير بيرميد رموك باش بقى ندخلت انا العاقه ونعيش مرتاح، ولكن اللي جاو فاش جاو لهنا وداروا البيرميد رموك راه مساكن هنا زي جالسين كيخدموا في خدامي ديالهم القديمه، ولا كتلقى راه نقص دابا كيسوق رموك حيتاش ما عندوش بديل، خلص 5000 دولار 5 المليون باش يشد البيرميد رموك، وفي الاخر فاش مشى ينوض يسوق ما لقاش ديك الشيء اللي كنا كنقولوا له انا والاخرين ولا لا، علاش؟ لان داك الشيء اللي كنت كنديروا انا في الاوفر ذا رود كان هي مات الكوفيد، كانت محركه الدعوه، دابا ما بقاتش. فاش ما بقاتش خرجت نقول لكم بلي الاخوان ما بلانش، سيروا شوفوا شي حاجه اخرى. ما عرفتش واش مازال الناس كي كيروجوا لهادشي ديال الفكره ديال انه سيروا يديروا الرموك، ما عرفتش الله اعلم، متبع حتى شي واحد انا في ميريكان خاوي راسي، انا اصلا ما عنديش الوقت ندير لكم لايفات، ولكن الا كانوا شي وحدين مازالين كيف كيقولوا لكم نور ديروا الرموك راه ما عرفتش اش من عالم عايشين هادوك، وما عرفتش واش فعلا قلبهم زوين وبغاو بحال اللي قلتي بغا لكم الخير، ولا لا ربما غير كيجيبوكم ديروا الرموك في مدارس ولا شركات وياخذوا الكوميسيون عليكم على ظهركم. هذا هو البلا اللي تيبان الله اعلم، انا ما عارفش، ولكن انا واحد الانسان اللي بنت لي هوته اللي ما عمرها غادي تموت، اللي هي الحرفه، اللي هي بيزنس، اللي هي شي فكره ديرها هنايا وتخدم بها وتبقى تروج وتبني بيزنس ديك من ازيرو، هذيك ما عمرها غتموت. علاش؟ لان الحرفه ما عمرها غتموت، سواء بلومبي سواء تريسيان سواء البني سواء نجار سواء هاد الخدامين ما عمرهم كيموتوا. علاش؟ لان طول العام الناس غيحتاجوا السيرفيس ديالكم. الرموك كيف قلت لكم جاو، شكون اللي خرج عليه؟ شكون اللي خرج عليه؟ هما المهاجرين. الرموك حطموه المهاجرين لواحد الدرجه ان المراكنة دابا، واش نتوما كتشوفوا الاخبار ديال الرموكات ولا غير كتسمعوا في الانستغرام؟ الا كنتي متبع الاخبار ديال الرموكات غير في الانستغرام وكايا من طرفي انا ولا يعلم الله شكون اخر، فراك تنظن انك انت راك واقيلا راه عندك مشكل، لان الا تبعتوا الاخبار في الفيسبوك ولا في جوايج اخرين راه المهاجرين قتلوا المهنه ديال الرموك. وتخيل معايا كيجي هندي ولا باكستاني كيشري خرشاشه ب 10000 دولار ولا 20000 دولار، وانت هي مليسي ولا عندك كاميو شاري بزباله الفلوس، وكيقول لك انا ندي السلعه بدولار ونص في المايل، وانت كتشوف دولار ونص ما تخلص لك هذاك الكاميو اللي شاريه، لا الكرا لا ما غاتشي حتى شي حاجه، ولا غاتشي تشيط واحد ال 500 دولار ولا شي حاجه. سو كتبقى تجي تشوف كتبقى تقول هذا الشيء ما خدامش ليا. والهندي ما عنده ما يخسر، لانه هو اصلا شاري رموك بجوج دريال وشاري سميتو، ما عندوش يعني مصاري بحالكم نتوما، وكيطيح الشركات كيمشيو معاه، غيمشيو مع واحد يخلصوه بدولار ونص، ما يمشيوش معاك انت اللي غطلب لهم جوج دولار ونص ولا ثلاثه. الوغ يعني الرموكات ديال المهاجرين عفوا قتلوا المهنه ديال سياقه الشاحنات، لانه ولاو بكثره في الطرقان، والناس اللي كيسوقوا الرموك راه غيعرفوا انه دابا في الطرقان ديما كيلقاو غير المهاجرين، هما اللي في تراك ستوب، هما اللي في الطرقان كيسوقوا. وزيد عليه واحد